فاليوم أيضا نواصل الحلقة مع نفس الأشخاص اللي كانوا معنا في الحلقة الماضية، وهما الأستاذ مسعود بريم فريد، رئيس قسم الشؤون القانونية بإدارة النزاعات والشؤون القانونية بوزارة استصلاح الأراضي السكن والتمدن. أهلا وسهلا أستاذ مسعود. أهلا وسهلا بك. كما دعوني أن أرحب بضيف الثاني في هذه الحلقة، وهو الأستاذ محمد أبكورة دعشوش، رئيس قسم المشاريع حاليا بوزارة استصلاح الأراضي، وكان نائب المدير العام لإدارة المساحات والخرائط، هو أيضا ضيفي في الحلقة الماضية. أهلا وسهلا بك أستاذ أبكورة. طبعا نحن في الحلقة الماضية تحدثنا في برنامج الأراضي وكثير من الحلقات ان احنا بنخلصها في 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 حلقه واحده، لكن مثل ما هي على الواقع كون قلنا الاراضي فيها نزاعات، فايضا في الحلقه ايضا ما قدرنا نكملها لان مشاكلها كثيره. اليوم ايضا نتناول جزء منها، او اذا كان ربنا ساعدنا ممكن نخلص الموضوع، لو ما خلص هنخصص حلقات، لان لا يمكن ان نبدا موضوع ومن غير ما نصل الى نتيجه نترك الموضوع معلق. استاذ مسعود بصفتك طبعا الرجل القانوني ومسؤول من قسم القانون بوزارة استصلاح الأراضي، وقسمك ده أكيد الملفات ملفات النزاعات كلها بيختص بها القسم. في ناس اتصلوا بنا في الحلقة الماضية قالوا في أنطوهم أراضي، الأراضي اللي أنطوهم لا دي بان لهم واحد بسموه البلامة، أو البلامة المعروف عندنا هنا بيقول الأرض اللي أنطوه لا دي ما أرض انت الدولة، دي أرض جدي أو دي زراعتنا. وبعدين لما بلجوا للدولة الدولة بتقول لهم خلاص ما دام تسووا لكم نزاع خلوا أن ننطوكوا أرض تانية، أو كمان ننطوكوا أو كمان ننزع الأرض منا وننطوكوا لها. إذا كانت الدولة ما متأكدة كون الأرض ملكا لها، الأرض ملك لشخص آخر، الدولة بتوزعها لشنو؟ طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وبعد. أولا أشكر التلفزيون التشادي في هذه الحلقة الحساسة. بالنسبة للنزاعات في الأراضي التي تحت القاعدة بتكون بين البلامة والدولة، طيب بعدين الدولة هي دولة عندها قوانين، صحيح. فالقوانين دي من ضمن القوانين دي في قانون بيسموه قانون العقاري، ففي القوانون العقاري في فرق واحد بيسموه فرق قانون توزيع الأراضي للمواطنين، زي ما نص عليه الدستور، الدستور بيقول يعني لكل مواطن له الحق في أن يعيش في ظل بور واحد. بعدين البلامة ده كان زمان في قبل الاستغلال، مثل ما تحدث في كلام الماضي كان البلامة هو المشرف من الأرض وهو السلطات التقليدية. بعدين دخلت الدولة بقت الدولة أصبحت شاد بقت الدولة خلاص كونت قوانين، القوانين دي هما بكونها مجلس البرلمان، هي مجلس الشعب، والبلامة هو ذاتها من جزء من الشعب. والعامية قالوا أن في الأراضي الفلانية دي أن إحنا ننطوها للناس الفلانيين، ده معناتها البرلمان بيصوت قول بعدين القانون ده ببقى. بعد ما القانون ده بيجي وخلاص الدولة قامت بتوزيع الأراضي دي، البلامة بتان ما عندها الحق يقدر يجي يقول الأرض دي هنتي، كان قال الأرض دي هنتي والدولة دي ما ممكن يعني تقسم الأراضي دي اللي أنا بس نصرف فوقها، معناتها خلاص خالف القوانين والقانون ياخذ مجراه. بعدين اي واحد من المواطنين الدوله انطت بكان، يعني الدوله ما اخوه قاعد في الكدسر بس قال لي تعال البكان ده انا انطيتك ليه، خلاص بقول الدوله انطت. الدوله اذا كان دوله بيسموها دوله الجمعيه حقت الكوميسيون هنا الوزاره داخل هنا بيسموه لجنه توزيع الاراضي دي بس انطتها رسميا، ما في اي بشر أو أي بلامة أو أي إنسان داخل الدولة بيقول لي بكاننا ما حقيان وما نقدر ننطق له، لأن ده شيء قانوني ومعروف بديهيا للناس اللي بفهموه. يعني الكلام ده كان قالوا كله ما صح، كان قالوا كله ما صحي صحيح يعني. في ناس واحدين بتجرى وبيقولوا البكان ده حقي وأنا أبوي وزراعتي زمان، أنا ما ممكن نخليه الدولة يشنو، الدولة دي ما لا تنطق بكان، ما تنطق مكان آخر، تنطق بكاني ده ما له. يعني الإنسان ده يعني خلي يعني ممكن الدولة دي هي القانون ده يعني فوق الجميع، القانون فوق الجميع، والدولة دي طالما هي أنطتك الأرض معناتها أنت بس تمتلكها رسميا، عندك ثبوتات مش دفعتها كفيتها رسميا معناتها الأرض تكون أنت، والنائب يعني ما بقدر. جميل، يعني كون الدولة توزع أراضي ما أراضيها ما ملك لها، ده كلام ده ما أبدا نقول ممكن ما صحيح. هما الأرض هي كلها ملك للدولة،
الكدوة اللي بيقول لك ده داخل في زون هنال أنا البلام ويتصرف القانون فيها. بس القانون بس بقيسه وبقول المكان نخلينا للبلام عشان هو كان من زمان موجود في المكان ده يقعد فوقه، لكن بقية الأراضي كلها للدولة والدولة هي توزيعها حسب ما تشاء. يعني البلام بنطلع بكين كده كونه إنسان محروق جدا ماد وده كان جدا ماد وده كان زرعك زمان زي ما قال في الحلقة الماضية الأستاذ محمد أبو كرة، يعني قال إن ده حد معين حدد لي القانون ده مكانك عشان هم مساكنين في الأرض من قبل والباقي أنت الدولة، الدولة هي تشرف عليها والدولة هي توزعها، الدولة هي بس تسير فوق أي شيء ما تريد. جميل. ال- 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 الكلام الأساسي من قوله ده كون البلام الدولة بتقول لي المية متر ده في زون حقك، المية متر ده يتصرف فوقه، لكن خارج المية متر ده كان التصرف ده تصرفك يعتبر غير قانوني. هل الكلام ده في جميعنا بس ولا في جميع الأراضي الكادية كونه في إنسان بيسموه بلامة وعنده كودو والكلام ده، ولا جميعنا بس الوسعت خلاص دخلت في القرى المجاورة وبالنسبة للبلامات كانوا هم في القرى دي؟ والله تسميات مختلفة. أي إقليم عنده تسمية. اليوم لما ننشب بشي بقول لك أرض تابع للسلطان. وي بقول مثل ده هني في جميعنا بقول لك الأرض تابعة للبلامة، تسميات مختلفة. أي إقليم إنه تسمية مختلفة مختلفة عن الثاني. تمام. الأرض أصلا إنسان هو فرد، ما بيكون الدولة هي المسؤولة منها زي ما ذكرنا سابقا، الدولة هي مسؤولة منها. ما دامت الدولة مسؤولة منها ده ملكيتها بترجع للدولة والدولة بتتصرف فوقها. الحدود اللي تكلمنا فوق الحلقة السابقة هي بيتصرف فوق البلامة زي ما قلنا، في مكان آخر في إقليم آخر بيتصرف فوق السلطان مثلا، في أي مكان آخر مشينا الجنوب كلها مثلا، في طبعا بيقولوا المزارعين هم عندهم أرض كلها بيحددوها لهم، نفس القانون اللي هو يطبق في داخل جميعنا مثلا يحدد الحدود دي في مناطق في الإقليم الآخر كلها موجود. أما بكون إنسان ينطو أرض الدولة بتنطيه والبلامة يجي زي ما قالوا البلامة يجي يقول الأرض لا ما حقت الدولة حقت البلامة ده، كلام ده ما صحيح. أما في غلط، الغلط بيجي من وين؟ أما الدولة دخلت في الحدود هنا البلامة، إذا كان إنها جبنا الخريطة وتأكدنا من الكلام ده دخلوا في 100 متر حقه، ده من حقه يجي من حقه يجي يتغاضى مع الحكومة مع الشخص ده، والشخص ده يمكن يرجعوا للوزارة وللجهات الإدارات المختصة يشوفوا لي حل، يقولوا دخلنا في زون صح نحن عملنا غلط دخلنا في زون حقك خلاص إنت ما عندك مشكلة نشوف لك مكان تاني ينطق لها. أما بكون الأرض تابع للدولة والبلام يجي يقول لا المكان ده هناي ونحن أكدنا من المكان ده تابع للدولة، البلام ما عنده حق، لأن جميل. إذا كان هو الدولة خلاص يثبت الزول يثبت في مكانه جميل. وما المرة اللي فاتت أنت قلت لي المرة اللي فاتت قلت إذا كان الدولة وزعت أراضي للمواطنين كل مواطن الدولة بتدي فيش، الفيش ده بدل يكونه في بداية الحلقة في بداية التقسيم بيجي بملى فيش، وفي بعد ما يمتلك الأرض أو بعد ما ينطو الأرض كلها بنطو رئيسي أو بنطو حاجة بسموها فيش ده تلفزيون تربي. اليوم تجد بالفيش ده داير تورينا لك ورينا الفيش ده طبعا بقى. الفيش ده تلفزيون ده عن امتلاك الأرض ده بعد ما عملت الطلب بعد ما عملت الطلب وقدمته أنطوك التراب بنطوك ده بعد اسمك مرك في القائمة منطوك الفيش ده طبعا ده الفيش هما بنطوك ليه فيش ده تربيسون بريفوزوار دي تيران يعني ورقة امتلاك أرض مؤقتة الورقة دي بعد ما انطوك ليها تيجي تسلمها من الجهة من الأمين العام من الوزارة سكرتير جنرال وبعدين تتوقع في إنهم لهم قايدة شرش توقع فوق بتسجل بكون خلاص إنتي استلمت فيشك بعد ما شلتها ديريك تمشي الكيس تدفع في الفيش في الورقة دي محدد ثلاثة شهور بعد الثلاثة شهور ما دفعت إذا كان الوزارة عملت جرد للفيش الناس اللي ما دفعوا دول ده الوزارة ديريك بيشيلهم تنطوم لناس آخرين
يعني اذا كان الدوله انطتك تيرين او انطتك بور وثلاث شهور ما مشيت كفيت البور ده بشولوا منك بنطلوا ناس ثانيين بنطلوا انسان ثاني لان يقدر يكفي لان الدوله محتاجه للفلوس لقروش ونحن محتاجين ما دام اعطيناك الفيش مش كفي والفيش ده طبعا السعر محدد ده الخريطه حقت حقت ده بورك الانطوغلي الانطوغلي هنا عدد القروش عدد القروش اللي بتدفعها القروش دي بيقول لي 50% ده يسمح لك تكفي بعد ده اذا كان لا انت بتكفي عندك قرص كله بتكفي كلها ده كان حميد ومجيد لا انت بتكفي جزء منها تكفي 50% والاخر ده بعد الوسيم اكتمل سوى السيركيو حقك ايه وقبل جه في الدومين تمش تكفي في الدومين الشيء الفضل عندك الرسوم الفضلت وبسل لك الارتجري ادري القروش اللي انت كان انطوك لك بربز ومشيت دفعتها اليوم واحد بس بتدفعها دي هل تعتبر كونه خلص لي الملف كلك خلاص خلصتها ولا بتان قدرنا نوصل للتيتر فونسيا قلنا لك كلك بتان تدفع رسوم ثانيه لا في رسوم اخرى يمكن انت بتدفعها تمبرش اشياء بسيطه ما رسوم كبيره اشياء بسيطه بس يمكن الفواري تدفع شغل الشيا عشان الدوسيه ما ذات انه ملاك رسوم بعد ما جو بيسل لك القراءه اجري كلها عندهم رسوم شويه بتدفعها لكن ما في رسوم اخرى بكون ال 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 في بيران عندنا في بور بيقولوا 35 في 18 او 18 في 35 وفي بور بيقولوا 30 في 15 الاسهل بيران اللي بده يوزعها الدوله اللي بده يوزعوها في الكادستر غالبا بتكون كم في كم؟ دي بس هي 18 في 30 و15 في 30 البيران الحاليه عندنا موجوده ده في النظام الجديد من 2018 كم 2008 نحن اعتمدنا في الخريطة اللي بنعملها دي لازم البور أقل من 15 في 30 ما بكون صالح للبناء اللي إذا كان مثلا في داخل الكدو الأرض دي مثلا ضيقة وسيادة هم مثلا كثيرين ودائرين بوزعوا لهم حسب عددتهم هم بيشوفوا بيتفقوا كن يقطعوهم لهم نص نص كلها مثلا 15 كله يقسموا لهم نص تنين ويأتوا كلها بشو نص ده كله هم حسب اتفاقيتهم أما الدولة بتنطيق تنطيق أما 15 في 30 اما 18 في 30 يعني انت البور الحاليه بتنطي الدوله للمواطنين للسكن ده لا يقل عن 15 في 30 او 18 في 30 18 في 30 ما اقل من ده تقريبي جميل بالنسبه ل ل ل ل ل حاجه مهمه جدا اني هجينا فوق المره اللي فاتت وحتى الناس اللي اتصلوا عبر التليفون ايضا قالوا اول مره كونوا يسمعوا كون هناك في خريطه حقيقيه وخريطة وهمية يعني في خريطة أديلة وفي خريطة مغشوشة خريطة ملعوب فيها الوزارة إذا كان عرفت كونه في خريطة رسمية تابعة للدولة وفي خريطة وهمية دي بمشوا حتى الأماكن الريزيرف تابعة للدولة دي بدخلوها في الخريطة بقولوا أماكن رسمية بودوها بقوة لواحد باكر لما بجي بلقى الأماكن البقوة اللي تري دي في الخريطة الوهمية ما رسمية دي أماكن ريزيرف إذا كان الوزارة عرفت الكلام ده ليه ما تسحب الخريطة المغشوشة دي عشان الناس ما تتلاعب بأقول المواطنين ما هي أصلا الخريطة المغشوشة في إيدي الناس حرامية ما أصلا ما كانوا ما معروف ما موجودة في الوزارة الخريطة الوهمية دي ما موجودة في الوزارة أصلا هي في إيدي الناس هم قايمين بالعمل ده هم الخريطة الأصلية دي بيمشي بيشيلوها بينسخوها بيسووا لها فوتوكوبي عندهم لهم آلة كده في موجودة في الأسواق مكانات كده هم بصوروها بعد ما صوروها بيمشوا المكانات دي هم عندهم ناس بتعاملوا معهم برا من الوزارة وبيجي بيعدلوا لهم طبعا هم فنيين تلقاهم خدموا في برود تيت ناس فنيين طبعا عندهم خبرة في رسم الخرائط هم دول بعد ما العقد حقهم يتم الكونترا حقتهم تكمل هم بيجي بيعملوا الاشياء دي بيتلاعبوا خلاص مش بيسووها في كوبي وخلاص بيجوا مكانات الريزيرف دي خلاص بيجوا هم بدل الخريطه اول في ريزيرف مثل دقائق ده ريزيرف ادمنستراتيف ده تابع لوزاره التعليم ده تابع لوزاره الامن كل خرائط الريزيرف ده شارع مثلا شارع 30 شارع 15 شارع 20 هم بيجوا الكلام ده بيقطعوه في الخريطه الوهميه دي. اما الخريطه انت اذا رجع للخريطه الاصليه تلقاها موجوده في الوزاره وغالبا الناس اللي بيقعوا في الاشكاليه دي هم اصلا
ما بينشوا زي ما قلنا سابقا ده ما بيستشوروا الناس الفنيين. واحد بس يا اخي انا عندي بكام كان دفع والله كويس فاتح في الشارع فاتح في القدره والله بدور فوق كم خلاص والله انا ده بدور فوق ده هو ودي الخريطه. والشيء الثاني في بلان نفر ده بلان زي ده كالك بقول له الكالك ده كله فيه كالك بيعملوه بدون تكفيه تمشي بس بتعمل ليه كالك وبتشيله بس هي بتراه زي ده وبتمشي خريطه لبور واحد بس خريطه لبور واحد بس تك تك بشوارع وبعدين كنرجح لي الاساس حقها ما فيها اصلا ما موجوده في الباس دوني ما فيها هدي خلاص مشي انا بيتي ده عند بلان ده هو بلان حقه خلاص تمشي تمشي شفت البلان مسكين ما عارف شيء يا اخي بكم بدور فوق كم انا بدور فوق كده خلاص تبيع للزول بعد الزول ده يجي يعدي الاوراق يدور كفي ما اقول له كانك ده وهمي وهمي او ريزيرف ريزيرف استاذ مسعود الامور دي امور ترجع للرجال القانون عشان يصححوها لان اذا كان عرفنا كونه في ناس احيانا يشتغلوا في الوزاره واشتغلوا ايضا في قسم الخرائط عندهم خبره كبيره جدا بعد كنت راحكم كمل ده بطلعوا خلاص بسولو بلعبوا بالخريطه الخريطه الجبال الرسميه اللي قاعده هم عارفينها دي بشولوا منها صوره بودوها برا بزوروها الاماكن الريزيرف التابعه للدوله دي كلها بعدين بقسموها بيران في الخريطه المواطن لما يجي عشان يشتري بيت في الاماكن الريزيرف دي بيقولوا لي داوا بيت مخطط وده شارع كده وشارع كده وشارع كده ببيعه اكيد انتوا في قسم القانون اظن سمعتوا بالملعوبيه دي الملعوبيه دي اذا كان عرفناها حقيقه كون في ناس بلعبوا بخريطه الدوله دول بتقولوا فكم شنو او انتوا اجراءاتكم فكم شنو الناس دول بسوالهم طيب بعدين يعني السؤال ده وجيه جدا ومهم بالنسبه للمواطنين الاسعد قاعدين بيشاهدونا المواطن وقت ما هو بيمشي بيبيع لي بكان وفي زول تاني بيجي بيقول لي بكان ده خريطه كويسه وده البلا حقه وتعال نمشي نبيع عليه وما شبهه ام باكر هو اكيد عنده جيران ارض دي هما وهذا عنده جيران بعدين الجيران ده مش شافه كي قال ليتي ترى بكان قال فوق ده جيران ده كلهم كي ما بكونوا جهل لابد واحد منهم ده بعرف المكان ده حقيقه ده شنو ريزيرف ولا ما ريزيرف ولا شارع ولا كده الجيران ده منهم بعرفه فيه بجي بخبرك ان جاي ببني اخوي قال ها مكانك ده ريزيرف انا الشيء الفلاني وخلاص بجي بمشي بشكيله زول ذاك تعال يا فلان انت المكان البيت اللي ده مكان ده ريزيرف الدوله ترى ما بتنطي ريزيرف للنادم الدوله دي بتنطي ده تسوي منشات عامه تو بيسوي مصالح للمصالح العامه المكان اللي انت بيته ليه ريزيرف هسه علينا لو ما ريزيرف ده تعال نمشي في الكادستر خلينا نمشي نعقده خلاص هم بيجوا في الكادستر هم متنازعين خلاص ده بقول انت اكلتني ده بقول انا ما اكلتك بعدين ناس الكادستر بكتبوا لهم في اداره النزاعات وتدل الامشي في الكونتنسي اداره النزاعات اننا نكتب نمشي نسوي بحث نمشي لمدير المساحات يعني مدير هناك الكادستر نكتب ونمشي له جماعه السيد المدير اننا هسه جادنا نزاع في المكان ده وشيف لنا نزاعات جانا نزاع في المكان ده وشيف لنا المكان ده في البلان عدل ولا ما عدل خلاص في المكان ده المدير هناك الكادستر هو بخذ لنا بقول لنا اذا كان المكان ده ما عدل بقول المكان ده ما عدل انا هنا نجي نرجع ليه المفتش في اسبكتر دي كادستر يعني الشيف دي سيرفيس على الكادستر المفتش شيف لنا كيف الخرائط ده كيف المكان ده وذاته بجي بدينا بقول البلان ده ما عدل المكان ده ريزيرف انا الباسين ولا ريزيرف انا انا من السير انا سانتي ولا كي نجي نرجع للناس الخرائط ناس البلان شوف لنا في البلان ده المكان ده كيف ناس البلان بيقولوا المكان في البلان ده دعوة قاعد ريزيرف عديل كم شافوا جا ريزيرف أنا هنا توم نجو نسوي ديسيزيون أنت مكانك ده ريزيرف وقرصك الكافيتا ده أنا هنا نشوله من الكافيتا في الدولة في ضريبة الدولة ده زي ما قال الأخ قبل نشوله نودو في الترانسفير وتو بعدين مشكلة أنت البيع دي تو هو يكمل مع زول البعالي زول البعالي زول البعالي خلاص أنت قلت كون الخريطة دي مغشوشة مغشوشة نعم هل ما كان من الأجدر ومن الممكن كان الدولة تتبع من اللي سوى الخريطة دي عشان نتبعه قانونيا ده ما لابد أن يعاقب لا بعدين إذا كان إنسان بيلعب بي 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 بممتلكات الدولة وبيعمل خرائط وهمية وبيبيع البيوت كونه البيوت التابعة للدولة أول مساحة
المساحات التابعه للدوله بورها وبيئه وعند خريطه ضمه، فلا بد ان احنا نتبع كون القرب الشخص ده قانونيا في بعدين المطرق. انا هنا بعد ما هو خلاص اكتشفنا الحقيقه ما خلاص هو يمشي، لكن الزول المجرم الزول صاحب الخريطه صاحب الخريطه انا هنا بعدين نسوي تحقيقاتنا وبنلقوا وبنكتبوا فوقها ونوصلوا للجهه المختصه، هل يوقفوا من العمل ام يشاروه في المحكمه. ده يعني شيء على حسب القوانين او اللوائح الداخليه للوزاره. اما الزول ده انا هنا هو كفى قرصه. بعدين في ناس في الزول اللي مسوي الخريطه انا متفق مع ناس في اداره الاداره الفنيه القشينيك اتفق معهم يقول لهم انا عندي زول مثل اللي سويت لي كان جاكو ده امنوا لي سكريزي لي وخلوه يكفي. عشان بعدين داير ما يصير لي اي مشاكل. بعدين كان الزول ده خلاص مشى كفى، بجي بلقى بعدين في النهايه الجيران بيقول لي مكانك ده ما عدل. جماعة عدل خلاص بجي ان هنا بنحطوه ان هنا ناس اداره المنازعات نشيل الزول ده بنحطوه في التحويل الترانسفير ننطوه مكان اخر عشان هو كفى قرصه. القرص ده بعدين من الخزينه ما ممكن نقدر الخزينه تدي تقول لي 10 قرشه تدي مكان اخر. والزول الامل اللي ياتو ده بنحاول نتابعه ونعاقبه على حسب القوانين. يعني هيك قروش كده دخلت في خزينته دي بتم مكانها بكون صعب. نعم في الخزينه العامه للدوله. زين القروش كده جات الوزاره ودخلت الخزينه بتنقبلها صعب. بتنقبلها صعب. هي تقول لك خلاص اللي ندوا تعويض يعني مقابل القروش دي ندوا ارض. جميل. في الجيومتر او احيانا في واحد من المواطنين بيجيك وبيقول لكم انا يا جماعه عندي لي تراب في المكان الكذا المكان الكذا ندور تقوموا مع اي زول كده ودوه مكان ده يشيفه ويشيف للخريطه انت وبعدين نعرف كون المكان ده صح ولا ما صح ولا نعرفه او في اي شارع انا نعرفه. لكن كثير من الناس بيشتكوا بيقولوا كنجوكوا في الوزاره ما بتتبعوا الزول كده تمشوا معايا الشغل ده بتحققوا لي ما بتمشوا معايا بتلبوا لي طلبه السبب شنو؟ طيب السبب ده يعني برجع للادارات المعنيه. يعني الانسان يتوكد الحكومه ان تترك مكان شلت الفيش ده بعدين من المكان اللي تجي تسحب من الفيش ده تسال يا جماعه انا في شيء ده وشلته واسهل لنا مكاني ما نعرفه. خلاص هم بيوجهوك للمدير هنا المساحات للدكتور هنا الكدسر يشوفوا فيشك ده اذا كان فيش رسمي قانوني رسمي عديل كويس يقول لك يكتب يمشي لفلان هو بس المسؤول من المكان ده هو بس بوره امشي خليه فلان ده يمشي يوصفك المكان. بعدين المكان اللي انت الزول الزوج ليه تجي تشيل معي موعد يعني هي الاراضي كثيره والناس كثيرين. ممكن انت تجي وتلقاه مشغول مع زول اخر مكانه في فرشه وانت مكانك في اسمه شنو في الدقيل. يعني ما ممكن هو بس يمشي هنا ويمشي هنا خلاص بعدين شنو يقول لك يديك موعد يوم باكر انا نجي لك باكر اذا كان هو ما التزم بالموعد ابا ما يمشي وديك معناته شنو هو خالف القوانين. لان الوزاره كجابتهم للجيومترات ده يخدموا في الاشياء دي الجيومتر ده. نعم المدير المدراء ما ممكن يقدر يمشي يتبع اي مواطن يقول له تعال نمشي نودوك نوصفوك مكانك. الدوله جابت في الوزاره داخل جابت جيومترات جابت ناس مسائل مختصين بالنزاعات. هو الجيومتر ده يعني معناته الشخص المسؤول كونه يمشي يمسح الارض يشوف لك مكانك. نعم هو بس المسؤول من الجهات انا يوصفك مكانك ده الجيومتر ده داخل امتى. المواطنين هسه بيشاهدوك نعم وعندهم اراضي نعم في ناس وزعوا لهم اراضي في ناس قسموا لهم اراضي في ناس باعوا اراضي لكن الاراضي دي اللي باعوها ده بيقول لك باعوها في المكان الفلاني في المكان الفلاني لكن ما عارفينها بالضبط. بيدوروا منك توجيهات بس يعني انا عندي ارض ندور نعرفها نمشي لياتو في الوزاره عشان يودينا الارض دي. ده اولا تجي للمفتش هنا الكدستر. المفتش هنا الكدستر المفتش هنا الكدستر بيسموه الشيف دي سيرفيس هنا الكدستر. تجي له السلام عليكم. وعليكم السلام. الارض اذا كان انت ذهب اول كماشي تكفيها ولا يعني كان كفيتها تجي للجيومتر هو قبال ما تكفيها ما لابد انت تعرف الارض هذا تم تكفيها. لو ما عرفتها ما ممكن تقدر تم تكفيها. تجي للمفتش هنا الكدستر خاص هو بيسموه اسبكتر دي كدستر. انا ذا المكان ده هنا انا بيته من فلان مثلا فلان ده مات وانا بي منه بثقه ممكن نقدر نقول لك تديني شخص مثل ده خليه يعني مختص يعني جيومتر يمشي يوصفني الارضي. خلاص وبعدين يكتب لي جيومتر فلان يديك لك في وصل زي البوست ايد ده يكتب لك فوق امشي لفلان الفلان ده خليه يمشي يوديك. انت تجي تشيل الجيومتر فلان قال انا عندي مكان مثل الشيء المفتش قال لي تمشي توديني في المكان ده. خلاص في المكان ده يعني هو بمشي بوديك ارضك اذا كان الارض حقتك اذا كان ما حقتك الجيومتر كله ما بيوديك الا يتاكد منك انك شيء بس بيتكي انك وثيقه حق مكاتبه ماشي تكفي ولا شيء بس بيتكي بيكون هناك حتى بعدين الجيومتر ده
بمشي بوديك في مكان ده المكان ده المكان ده والجيومتر اللي بوديك في الارض عشان تشوف فدي ما من حق كونه يرفض ده ما, ما ما يرفض اذا كان الارض تكون حقتك انت وعندها اثبات ممكن ما يقدر يعني من حق كل مواطن كان جير وزاره ده لابد ان تمشي تشوف معي ارضه عشان ما, ما المواطن ده اذا كان الارض حقته وعنده اثبات عنده اثبات نعم ودور اثبات ده من حقه اذا كان ما عنده اثبات كده بس يعني كان كده بس اي نادي بجا اي مواطن بجا بقول وديني نشوف ارض الارض مثل ده مثل ده كثيره بعدين تعم الفوضى وبعدين يعني تأتي النزاعات. جميل جميل أستاذ أبو كور هل عندك إضافة ولا ممكن نمشي لي؟ لا عندي إضافة أشياء بالنسبة للإيدنتيفيكاسيون بقول له. الإنسان المواطن يشوف أرضه ده حق والحق ده طبعا بعض المواطنين وما ما ما عارف بمشي وين على أساس وصف أرضه. هو أولا إتتج ما دام مثلا عندي فيش ولا عندي طلب بدور يورينا ارضي مش طوالي للديريكسيون انا الديريكتور الديريكتور طلبك ده بدخل لي في 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 البارافير وبيعرف انه مسؤول من الجهه دي معناتها الشيف دي سيرفيس كاداستر ده زي ما هو قال ده هو الانسبكتور دي كاداستر وبكتب الشيء باشر في الورقه دي انسبكتور دي كاداستر مثلا الشغل ده مسؤوليتك ده عملك هو بيشيف خلاص بعد ما كتب بيجي بكتب فوقه بكون بكتب في الورقه دي فلان الفلاني مسؤول من الزون الفلاني خليه يمشي يشوف الكلام ده انت بتجي تلقى ورقتك موجوده لما انت مباكر جيت منطوق منطوق وصل كده فوق الرقم من ملفك تجي الاداره منطوق لها ده في الناحيه الرسميه الاداره يعني اذا كان ماشيين في النورم هنا الاداره هنا الرسميات هي الاداره تجي تشوفها خلاص بقول لك مكتوب في ورقتك دي مثلا محمد البكورة ده مسؤول هو فني منا الدجال امشي ليه اخليه وريك ارضه انت خلاص تليفونه كله بكيت بين فني ده لا تود الشيف دي سيبك كداسر سبتير دي كداسر تليفون انا كله بكتبه انا الجيومتر ده بكتبه تدريك تنادي هو بس فلان نزول واحد مثل اللي بيجي لك امشي وري مكان انت لو عندك شغله مثلا زي ما قال عندك شغله مكان ثاني خلاص فلان هخليه يناديني بعدين نمشي معي سوا او امباكر خلاص انت رغم طوالي بس امشي امباكر يناديك غايت ساعه كده نمشي معك سوا بوريك بكانه خلاص اوكي مشي وخلاص بكتب في الورقه دي كون ده بس بكانه مثل ده مثل ده وخلاص بجي بشيل ورقتك عندك جراد اخر بتكملها ويكتب التقرير النهائي كون البيت ده انا فلان وانا فلان انا فلان معناته ما عندي اي دي عمليه بالنسبه بالشيء ارضك لا بخلي بالشيء ارضك دي نكملها انا بعد ما جيت الوزاره قول لهم يا جماعه عندي تيرين في المكان الفلان فلان فلان ده التيران ده داير منكم واحد او الجيومتر ده يمشي معي عشان ياكد للمكان ده رسميا كي ياكد لي قام ما يزول تك 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 وداني وشوفني المكان وده المكان وبالفعل ده مكانك بعد ما قبل جا قال لي ده بالفعل ده مكانك الزول ده بننطي شنو من القروش كنا ننطي مش من الوزاره بالنسبه للوزاره ما عندها اي ما عندها اي جراتوي جو جراتوي اصلا لكن طبعا المواطنين بيتعاملوا مع مع الزول اللي وده ماشي ودي مثلا اخر الدنيا هناك الشيء ده ويمكن بيتعاملوا يعني انت ليش هو الرمزي ما 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 تمام يعني يعني ما يعني ماشي يعني ماشي يعني ما مفروض لا 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 ما مفروض جميل في ناس بيقولوا لك انا ابوي ان ذا بيت ابوي ان ذا بيت في مرقيبي مثلا البيت اللي في مرقيبي ده ابوي توفى لكن مكانك هي اليوم كان احنا ما راكزيننا بيتنا بالضبط ما راكزيننا البيت ده قريب عنده 15 او 20 سنه لكن يعني احنا كده بيتنا ابونا بالضبط ما عارفيننا اوراق في ايدنا كلها تثبت كون البيت ده حقنا كله احنا ما عارفينها لكن احنا دايرين نمشي الكادستر كي ناكد كابونا ده بيته في مرقيبي لكن بيته في اي شارع الناس اللي عندهم اشكاليه زي دول ده وفي ناس اتصلوا وقال عندهم اشكاليه زي دي الناس اللي عندهم اشكاليه زي دي بيسوي كيف عشان يوصلوا كون البيت ده بالفعل ابوك عنده بيت في مرقيبي او في مرجان دفق وبيت انا ابوك ده يكون موجود في شارع فلان شارع فلان شارع فلان ابوك خلى البيت ده يعرفوا كيف البيت ده هل هم البيت ده بعرفوه موقعك بعرفوه ولا ما بعرفوه بعرفوه كونه في حاره فلاني لا لكن لا الحاره فلاني خليه هو كيف بعرفوه ده بس مكانه ولا ما بعرفوه مكانه ما بعرفوه اما بعرفوه ده قال لي اذا كان عنده مراد عندك ورقه فوق الرقم من البيت مثلا ابوهم ده عنده مثلا عندك ورقه كيف يكون البيت في الكارتيه الفلانيه في سيكسيون كي يلوكي لو كده حتى لو هم ما بعرفوه دول طوالي مش بورهم لا هم اذا كان عندهم الورقه دي بتكونوا في اللون فلان في اللون فلان ده ما خلاص هم كده البيت ده لبوه كده ما بقدروا ما بوصل لحد حتى ولو البيت مسجل في الكادستر باسم ابوهم لا هم بشوفوا اذا كان اسم ابوهم ده بلا رقم كده ولا بيلاقي قال لي اذا كان عنده رقم مثلا البيت ده رقم في زماننا عندنا الكمبيوتر هو في زماننا عندنا الكمبيوتر ده
بمشي بسأله اسم أبونا هنا بدقوه في الكمبيوتر تك 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 ممكن يطلع لهم. يمكن يطلع. لكن زمان طبعا زي ما قلت قبل 30-20 سنة. وهو ما عندهم أي أوراق ثبوتية بكون أبوهم عند بيت في المكان في مرقبة. لما ما بيلقوه. الإدارة ما بتقدر تلقى له. دكي حمد يا حمد. إذا كان عندهم أوراق ثبوتية فوق البيانات هنا البيت ده الوزارة بتقوم ناس هم اللي بعرفوا الحل دي مشي بورو ما خلاص بينشوا بعبروا كده الشارع كده كده حسب هم زي ما أقول ناس في الخريطة دي دي الخريطة ده بيت مثلا فلان خلاص موجود في الشارع الفلاني في سيكسيون دي يلو تيل تيل لو كيكي خلاص في الشارع الفلاني هم بينشوا إذا كان زول ده بيته ما بعرفه كله ما بعرف بكانه موقع بالضبط كله هو طوالي بيجي الفنيين بيجوا بحسبوا 1-2-3-4 تك بيجوا في البيت بقول له ده بس بيتكم ده بس بيتكم خلاص الكلام كمل تدخل النزاع مع سيد البيت الساكن فوقه تو هم تو حرين جميل في 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 ناس بيقولوا بعض المشاكل اليوم القاعدة دي انت الاراضي دي بعض يرجع للناس اللي بسموه ديمارشير دول او السماسره دول انا ندور نعرف السماسره دول السماسره دول هم شنو وعلاقتهم بالوزاره شنو السماسره دول والله سؤال وجيه ومهم بالنسبه للسماسره هم اللي موجودين في اي مكان في المطار قاعدين في الجيسيس قاعدين في الدوان قاعدين في اي مكان في الكادستر اي مكان معناته عند فوق دخل ده هم قاعدين موجودين هم بيتعاملوا مع المسائل انا بوريك بيتعاملوا مع المسائل مع المسائل الكبار مع المسائل الكبار هم اذا كان ما عندهم عشم كان ما بقعدوا وين كان اذا كان ما عندهم عشم ده ما بقعدوا انا هنا 2009-2010 في اداره الكادستر عملنا نظام كده ممنوع ديمارشير يجي في في, 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 في الاداره اها ممنوع لانه هم بس بيسببوا المشاكل بيشيلوا الاراضي هنا الناس بيمشوا عندهم خرائطهم اي واحد تلقى عنده شنطه كده وفوقها خريطتين ثلاثه من ضمن الخرائط الجبال حقين فوق مخشوشه دي هم عندهم موجوده فيه كلام ده المواطنين نحسها حاليا مشاهدوا فوق نخليه يسمعوا من ضمن الناس دول ده وعندهم في شنطهم الكبار ديل ده عندهم خرائط إن احياء زين فيش ناس كبار هم بيعرفوا الفنانين اللي قاعدين داخل كل واحد ما بيعرفوا ادي مارشير دول ديمارشير دول بالنسبه للديمارشير هنا انا الوزاره ما كلامي وي الشيء اللي هم بيعرفوه حاليا في 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 العمل هنا الاراضي ده الفنانين اللي قاعدين داخل كل ما بيعرفوا عجيب هم دول ده كابوس الديمارشير دول كابوس اذا كانت الدوله هي عندها نظام صحيح كده وعندها اداره رسميه بدها توقف العمل ده هي لازم تشيل حيلها اليوم انا بقول لك القضاة ذاتك القضاة في تشاد ذاتك لما بتجيهم حالات تفرجي ما بتعاملوا معامله كالناس دول عملوا جريمه مثلا في الدوله عملوا مشاكل في الدوله هم لازم يشوفوا لهم حد يمنعوهم او لابد يوقفوهم لا لازم يقوموا لان القانون القضاء هو مسؤول تمام القضاء هو المسؤول الاول من الاشياء المخله بالاداره ونظام العمل في ما انت قاعد بتهج فيكم والناس دول بتتشدد فيكم لكن جريمتهم اليوم يحسم عورتنا لا جريمه الجريمه ده لان هم بيمشوا مثلا الدجيل او انقبوا اي مكان مثلا هم عندهم خرائط موجوده الخرائط دي واحد بيته قاعد فوقها واحد بيته قاعد فوقها وما مكفى وهم الديمارشير دول بيعرفوا البيت ده مكفى هم بيعرفوا البيت ده مكفى وربما هم يمشوا يشوروا الخريطه ياتوها البيت ده البلان ده البلان ده يمشي يكفوا بعدين يجوا يسيدوا يقول لي خلينا هنا بيتك ده هنا ايوه كيف هناك هو بيت ده انا عندي 30 سنه قاعد فوق ثم نرجع للتقادم قبل الملكيه بالتقادم بيت ده عندنا اوراق كما بتدور ده نمشي الجسيس ولا نمشي بيسيك ولا نمشي اي بسموه شنو بيجي بعد ما مشي هناك في الجسيس انت اوراقك وين؟ انت مسكين عندك 30 سنه قاعد انا بيتي ده انا سيد ديماند وبيتي ما كفيته زي ما عمليه الاجراءات اللي قبل انا بيتي ما الكفى ما اقدر كفيتها هسه اوراقي كلها قاعده في السيركوي في السيركوي عندي قريب 3-4 سنين في السيركوي وما كفيتها وهم دول صح وكفوا ما بقول لك بانتي داتي بقول لك بكفوا يعني
2002 وبيجي لك 2010 اين القاضي بيقول لك القاضي هو بيحكم بالشيء الظاهر صحيح بيقول لك انت اوراقك وين انا اوراق ما عندي زي ما حكيت لك اوراق ما عندك ده يعني مشكلتك دي خلاص انت البيت ده تخلي للزول ده معناته ده بسيده لا لا كيف انا بها خلاص كيف كيف تمشي خلاص مشاكل تو ده لا تمشي هدي هم بدخلوا فوق العمليه دي هم داخلين فوق زي ما قلنا هو بيحكم بالشيء الموجود يعني كان شيء ما موجود ده ما بيحكم زي ما قلنا القاضي لكن القاضي يتحقق القاضي يتحقق من الكلام ده ينزل ذاته في الارض يشيل فنين يمشي للوزاره يمشي للكونتانسي يقول لهم عندنا نزاع زي ده والناس دول هم بيقولوا انهم 30 سنه قاعدين في البيت ده يمشي يشوف البيت ده يسالوا الجيران يسالوا الناس اللي حولهم دول ده البيت ده هل الجماعه ديل ولا ما هنهم اذا كان قالوا البيت ده هل الجماعه دي احنا 30 سنه جيران معهم ده القاضي مفترض يحكم يفتش حقيقه التكفيه دي يفتش حقيقه التكفيه دي ويحل المشكله لان الناس دول ما يظلمون ما هم السماسرة انت هسه بتقولهم دول عندهم خرائط وهميه ولا احيانا بيجوا بيتاكدوا علي فاضل ده بيته ساكن فوقه ده ما كفه انا هنمشي نكفوهم يمشي نكفوه بيجوا منازعيني فوقه الوزاره ما دامت عرفت كونه في ناس سماسرة زي دول ليه الوزاره ما بتحارب الناس دول ما في المفترض تحاربهم دول ده دول ده ما هم ضرر للمواطنين وفي نفس الوقت ضرر للوزاره ما دامت معاهم خرائط وهميه الوزاره هي عملت جهد الوزاره عملت جهد الناس ديل عندما يعملوا جريمه يتوديهم للعداله انا كان بحجي لك ده 2010 كربنا زي ديل عملوا خرائط مشوا سووا الورقه دي مشوا سووها ملونه سووها ملونه قشوا الاسم الهين ده وخلاص خلوا الخريطه دي كما هي وسووها ملونه وجو كتبوا الحاجات دي كلها كي سووا لها اسكانير الاسم سووا لها اسكانير مسحوه وبعدين جابوها بدور بكفه لان خلاص سجلوا اسم الناس والمدورهم والكارتو كلها كي نجيب دور بكفه انا اتحقق من الاوراق دي اللي جيتها اوراق مزوره كربناهم الناس دي الوحيدين فزوا هربوا الناس اللي كربناهم ديل ده ناسين نادين ناس هنال اس انرجي جو هما طبعا قدمنا لهم وودينا بيه ملفاتهم كلها كبير التقرير اللي كتبنا ده ودينا لهم هناك هما دول طبعا يوم ذاك ما عندنا سيرفيس كونتانسي كان في سيرفيس كونتانسي هم بتابع القضيه دي الناس دول شالوهم ودوهم سيرفيس كونتانسي ده اللي بتابع القضايا تابع القضايا زي دي اذا كان مشكله بتخص الوزاره هم بتابعوها يتابعوا القضيه دي لغايه ما الناس دول لازم ياخذوا يعني جزاهم أنا يعني انطيناهم الناس دي بتقرير حقنا وبالبريف حقهم كلها انطيناهم فاتوا فوق بعد فترة لقينا الناس دول قاعدين برا الناس الحرامية دول حرامية دول قاعدين برا عجيب والله سألنا ليش انتوا قال لا احنا ودونا جسيس وما في انسان بغاضينا وطلقونا جميل جميل الانهنا جايين استاذ مسعود انت طبعا انت رئيس قسم الشؤون القانونية وده مهم جدا احنا هسه بنتكلم في موضوع متعلق بالقانون السماسرة دول ما كلهم كي حرامية في سماسرة أكون يكونوا في سماسرة شرفاء في سماسرة شرفاء بفتشوا للناس البيوت الرخيصة والبيوت الصحيحة وبجي بقول لهم دي بيوت صحيحة تعالوا بقوها كل قاعدين ما كلهم حرامية بالنسبة لكم تدي قضية بتعنيكم أكيد واجهتوها شنو الناس دول يمكن محاربتهم الناس زي دول قانونيا يمكن محاربتهم كيف ما دامت عرفنا كونه أن إحنا عندنا داء زي ده طيب بعدين بالنسبة للسماسرة يعني ما السماسرة زي ما قلت يعني ما كلهم حرامين في بعض منهم شرفاء يعني دايرين بيسترزقوا بلقوا لقمة العيش لعيالهم يعني مثلا في نادي واحد هو ما بعرف ما بقدر كيف بقدر بالناس في داخل الوزارة عشان يكفي بيته خلاص في واحدين مخلصين من السماسرة في يشيل الملف نزول ده عشان يدي لي ألف ولا ألفين يمشي يكمل لي إجراءاته وبجي مندي وفي سماسرة آخرين الما شرفاء زي يعني الكلام الأستاذ محمد أبكر يعني دول بيقوموا بيزوروا الوثائق الرسمية حقت الوزارة بعدين يسووا مشاكل هسا أغلب النزاعات في جي سيزا يعني كل من الناس السماسرة الما كويسين الما إنه ما شرفاء يعني بيسموهم الناس الفوضجيين بعمل الفوضى بعمل الخرائط بيأكلوا حق الناس في داخل حق المواطنين بقول لهم ملفك ده قاعد في مكان المدير الفلاني ملفك ده قاعد هنا وصل هنا وبعدين في النهاية تاري هو شيء ما فيه ولا أبوء لهم الأماكن الما كويس الوهمية الريزير بس بمشي بقدر لها يعني بلان وهمي بلان ما كويس فوق بلان
وبقول لهم البلان ده رسمي واديره بقوه. خلاص عندهم هم هناك في فوق في الجهات المسؤوله ذاتها، في بعض من الموظفين الكبار كي واحدين ما مخلصين في العمل كله موجودين فيه. بجي بقول لهم خلاص فلان ده كم جدوا، تقولوا لي المكان ده ادير ريزيرف، هذا نعدله عشان دايرين شنو ليه يقدر ينهبوا مالنا الناس. مثل السماسره دول اذا كان الوزاره حققت منهم، ومثل المسؤولين داخل الوزاره القاعدين يقوموا بالاشياء النفر دي، يعني الموظفين كلهم ما كلهم كويسين صحيح، في بعض من الموظفين صالحين كومبليس، في واحدين صالحين في واحدين كومبليس. الموظف اللي هو بيرتكب الاشياء النفر دي ومال المواطن النفر ده، من المفترض العداله اذا كان في موظف زي ده شكوه. يعني هنا كثير في ناس الكونتنسي، في ناس بيجوا بيشكوا مننا، في ناس قاعدين بريئين وفي ناس قاعدين ما بريئين. النادم الما بريء مثلا الديمارشير الما كويس كتبوا له ودوا جي سيس، مش في جي سيس ذاتك بدي له شغل كده وماك تجي تلقرايق. يعني انت تجي ده طوالي عندي مشكله دي شوفها لي بلزوك، امشي تعال امشي تعال امشي تعال امشي تعال امشي تعال لهدي، يعني ما انت بتاعي وبتخلي شرب تقول يا الله يين الامه يوم القيامه. نقول يعني ممكن نقدر نأدي للموضوع ده، ممكن نقول في الجستيس شايل عمله وبيأدي عمله بأمانة وبكل صدق، لكن في بعض الناس عندهم حيل، هم بيستخدموا الحيل دي لغاية ما بيستخدم الحيل لغاية بوهم بها الناس الآخرين ولربما يطلقوا سبيله. نحن الآن عرفنا صنفناهم في ديمارشير شريفين وناس صادقين قاعدين، وفي ناس حرامية، وفي ناس عندهم خرائط وهمية بتعاملوا بها، دول الآن إحنا اللي بندور نحاربهم. حاليا الوزارة هل عندها خطة كونه تصفي الناس دول عشان الديمارشير دول ما يكون وجع راس بالنسبة للمواطنين وهم؟ الوزارة أولا من أولا إدارة الشؤون القانونية داخل الوزارة اللي أنا قاعد أشتغل فوق رئيس قسم دي، يعني دي ما بتربط نادم وما بتقاضي نادم، دي بتصلح بين الناس بس، كان في شيء ما عدل النزاعات تحل بين النزاعات، وكان في شيء ما قانوني بتعدله، وكان في نادم في المحكمة يعني من الموظفين واحد شكو، هي بتقدر تمشي مثل تمثل الموظف ما يمشي، هي تمشي. لكن مثلا في الناس الما كويسين الحرمية السماسرة الما عدلين، أنهم نكتبوا تقرير في المحكمة ونباكل نفس الناس وجوه دي نلقوها موجودة قاعدة، يعني ده الغلط بجوين، الغلط بجي في الجسيس في المفترض ما يخلوه. إذا كان ما قاب بخلوهم بس مثل نباكر بجوين، النزاعات في الأراضي ما بتقى كثيرة، ألهم أسا 98% مشاكل انا اراضي في جيسيس. ما ده كان بدينا بها من زمان، قلنا اكثر من 98% المشاكل الموجوده امام القضاء كلها مشاكل اراضي. اللي شال بوري شال بوري تمام. يعني كل المساله دي كان المحكمه بس قاعده تبص فوق وتحلها في وقتها، مثلا اداره النزاعات ده المشاكل ما بتعوم، يعني بتلقى كثيره بطريقه زي. نتمنى ذلك. استاذ محمد البكوره، الشاعر بيقول لكل داء دواء يستطب به الا الحماقه اعيد من يداويها. أن إحنا عرفنا كونه في ناس مجرمين من السماسرة أو الديمارشير دول، وفي ناس عديلين الناس بيستفيدوا منهم، الإنسان الضعيف اللي بدور بسوله أوراقه وما بعرفها بلقاهم قدامه بشوله أوراقه وبسووها وبجبالي والحمد لله بنطوم لهم شغل وبمشوا. شنو العلاج عشان نصفي الخبيث نصفي من الطاهر، نصفهم كيف عشان الناس دول كونوا الديمارشير أو السماسرة الما عديلين دول عشان يفسحوا الساحة للناس العديلين عشان يشتغلوا، نحاربهم كيف؟ والله المحاربة في كالآتي، إذا كان إحنا إنسان مثلا إنسان أنت حتى في 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 إدارتك اللي أنت مسؤول منها بتشوف إنسان ما بخدم كويس، بتشوف إنسان دائما بيعمل الغلط، أنت ما بتسامحه، ما بتسامحه بكونه تجامل على أساس هو دائما يستمر في غلطه وأنت بتخليه دائما هو قاعد معك. لازم تشوف له حل ما دام أنت مسؤول من الإدارة، أنت شوف له حل. لان احنا نعرف اذا كان بنعرف الناس دي هم في ناس كي دول هم كي عملوا غلط ونحن قدامهم العداله، ناس دي البتان افترض يشوفوا لهم حل، هم ما بخلوهم باكر واحد حتى لو حاكموا كمل محاكمته بيجي نفس الشخصيه، نفس الشخصيه بتجي تستمر في عملها الاول، وانت كيف تقدر تحارب الزول ده؟ انت تكرب توديه للعداله وهم بشولوا يمكن يحكموا له بسنتين ثلاث سنين وبعديها بقبل بعد ما كمل حكمه يجي بتاني يستمر في عملها، لان خلاص دي بترجع لعملية تنظيم الإدارة داخليا. تنظيم الإدارة داخليا، تنظيم الإدارة داخليا، لازم المواطن ده ما يواجه أي إشكالية. المواطن لازم الدولة اليوم ده نحن اليوم وزارتنا أكثر من 700 عامل قاعدين فوقها، إذا كان نحن كل الناس دول سخرناهم لخدمة المواطن وخدمة الدولة ده، مواطن ما يشكي يقول انا عندي مشكله هنا ارض زي دي وعندي مشكله اوراقي ما مرقت اوراقي ما كفيتها، عندي قريب شهرين اوراقي دخلتها وما كفيتها،
ما بتجي خلاص كلمة أوراقي ما كفيت. أنا بتجروني لسؤال آخر. أن إحنا الدولة اليوم دخلت في أزمة، أزمة مالية، والأزمة الآن فوق كتشات دي أو الكريس الأسا موجودة فوق 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 كتشات ده ما كتشات وهيتة بس كل دول العالم اليوم تعاني من الكريس أو تعاني من الأزمة، واليوم الدولة بتدور مصادر دخل عشان تملى بها الخزينة أو عشان تقدر توفر بها الرواتب الموظفين. انت هسه بتقول لي في ناس عندهم 30 سنه كلها او 25 سنه كلها في ناس ما دافعين قاعدين بيرسكوا فيه لغايه ما ناس في ناس بيجوا بيزوروا اوراقهم وبعدين بيمشوا بيدفعوا بيجوا بيلولوا فوقهم. الناس اللي عندهم 15 سنه 10 سنه او حتى الباع بيو او التميز بس واليوم بدور بدفع عشان يكفي بيته، ليه الوزاره تعقد العمليه الدفع عشان الناس ما تروح تدفع وتملى خزينه الدوله او تروح تدفع عشان توفر للدوله شيء من الاموال المحتاجها الدوله؟ بيقولوا تكفيه الاوراق في وزارتكم صعب كدار. انا نوصل الى تيتر فوق السياسه اللي هجينا فوق المره اللي فاتت ده صعب جدا، السبب شنو؟ طيب انا برجع شيء لان 2012 كان عملنا استراتيجية وقت ذاك منستر جان برنار باداري، عملنا استراتيجية في الوزارة سين خطة بلانينج. الخطة دي يعني 2012 ده لازم وزارتنا تكون منادي ده لوزارة وزارة المالية في الدخل في الرئاسات. عجيب. عملنا خطة قلنا أي إقليم في سنة 2012 يسي 15,000 بور أي إقليم. انجمينا حددنا لها 30,000 بور يقسموا للمواطنين عشان يجي يدفعوا، يقسموا للمواطنين ويجي يدفعوا، وغصبا انه يدفعوا لازم القروض دي يدخل في الخزينة. احنا في الفترة دي دخلنا الكادستر مع الدومين دخلوا 47 مليار فرنك سيفا. عجيب. استراتيجية. احنا وفي شيء بيقول لي طبعا الاداره دي بتدور ناس هم اللي بيعرفوها. صحيح. كيف واحد يمشي العمل؟ أننا التكفيه دي عندنا نوعين من التكفيه. هسه لما بتيجي انت بتوك البلامات بتوك ريسي. بعد ما بتوك الريسي الدوله تمشي بتسوي رصانصمه للمكان ده. الرصانصمه اللي بيسووها دي فوق يمكن نقولوا 3,000 بور. تابع للمكان ده نحن فوق الرصانصمه ده. ايوه دريك يوم الكمل ده بيجيبوا لي الديريكتور، ديريكتور يا اخي شغل ده كملنا. دول الناس اللي وداهم. الرسانسيون دول. الرسانسيون اللي مشي صور رسانسيون. مع الديليجي مع الارندسوم المسؤولة. شغل ده نحن كملنا خلاص، بعد ما كملنا كملوا بيجيبوا لي الديريكتور، الديريكتور بيشيل وبيدي لي الاي جي. الناس دول سووا لهم رسانسيون وكملوا. خلاص. الاي جي بيقوم بعملها بيدعي اجتماع للجنة، في لجنة بيقول لها لجنة فنية. الكادزي دي بتلم وبيعتمدوا الناس دي اللي هم سووا لهم رصانصمه دول ده خلاص بيعتمدوهم. الاعضاء دول بوقعوا كلهم بوقعوا في البريسي فيربال ده بتاعي ادوبتي خلاص معناته فاليدي. ام باكر الديريكتور هنا الكادستر ده بيمشي الكلام ده كله كيف بقى في شيء برا. كونه مشي نسينا الرصانصمه كملت واعتمدت يلا تعالوا كفوا. ممكن من خلال ده الميسر او لا اللي هاتوا الاي جي يمرق نوت يقول لهم خلال كده فتره تعالوا كفوا. انا من ما كفى ممكن نحن نشوف قرار ثاني. حتى ناس اللي عندهم البيوت شروهم من زمان كلها. كلها سووا لهم رصاصين ماذا وكله يجوا يكفوا. معناتها ليش الليست اللي هم سووا الرصاصين حقها ما فيش خلاص. انت بتجي تشوف اسمك ديريكت مش مكان الجهه. من توك الورقه تمشي تكف. وانتوا بقى سويتوا الرصاصين ماذا بتبلغوا ناس بتقول لهم يا جماعه لا بلاغ مثلا كارتين جاري ده نسينا الرصاصين وكملناه وهسه حاليا طقينا ببرا تعالوا اي واحد في كارتين جاري ده يجي يكفي بيت ما كفى. ده بلاغ نعمله بلاغ الناس دي كلها عندها خبر بكونها اول بلامة ذاتك اول ديليجي دي كارتي ذاتك يوصي بلاغ بكون الحلت الفلاني دي خلاص شغله ده اعتمد وطبعوه تعالوا كفوا. ناس بيجي تجي كلها بتكفي ما في اي صعوبه في التكفيه. تجبد مجرد شوف اسمك تم يديك الكيس. تري بيان. خلاص جميل. في حاله دي يلا قطع كلامك القروش تدخل. ما في صعوبه، كون انت تشيل ملفك دائما بدور تكف وما بتكف ده عمليه الاسا الفاليداسيون دي رصانصمه ده ما فيها. يوم اللي هم سووه كمل جابوا ده تك حطوه في الديريكسيون عنهم وخلاص انت بتجي تشوف انه لهم سيرفيس واحد كي هنا الارشيف ده تم يفتشوا لك قدر تلقى ذاتك صعب.
الارشيف ده، ما هو ده مكان الرصاصي ما ده بودوب خطوا له في مكان اخر، يجي في واحد بيشيفه اسمك ده قاعد خلاص خلاص، بتان بيسوي لك طلب اخر وبيسوي لك بتان ده هو يكتب فوق بتان يودوا له ذاك يكتب فوق يكتب فوق، يعني عمليه استمراريه طويله مره. اجراءاتك دي بس صعبه، دي المشكله. مفترض زي ما قلت لك العميل الاسدي تسهل، كان سابقا موجوده لكن اسهل ما فيها. لا انا هسه بنقول لك في ناس حاليا عندهم قروش في ايدهم بيقولوا احنا ماشيين نكفوا بيوتنا كيف نكفوا لنا عشان ادونا اوراقنا، لكن الاجراءات اللي انت بتقولها دي صعبه جدا، وان احنا الان في ازمه ماليه. ليه الوزاره ما تسوي استراتيجيه جديده عشان تسهل للمواطنين يجي يدفعوا لبيوتهم يدخلوا قروش للدوله؟ اذا كان عملنا الاستراتيجيه اللي قلت لك دي، العمل اللي قلت لك هنرصع سماء ويجي طوالي بس يعني في شيء ناس يجوا يكفوا، ده دي اسهل عمليه، احسن من يودوا يركنوا وخلاص انت يوم انا اسوي لي رصاصي ما خلاص امي بكان فلان خليه يشفى لك، بعد ما شفى لك خلاص اوكي اسمك دقايق انت بتان تمشي تسوي طلب اخر، بتان تعمل سيركيوي اخر، ده بشيء البيوت ما سوى لي رصاصي ما سيادته ما من حقهم يمشي يدفعوا طوالي، يمشي يدفعوا ما عندهم اي مشكله بدون رصاصي ما لا بدون بكل يشوفوا لهم في الباس دي دوني بعدين يسووا فيش زي ما قلت الفيش دول سووا لهم رصاصي ما، لكن ما سووا ما ده واحد مثلا واحد تلقى واحد بس او اثنين ما سووا لهم رصاصي ما. أيوة. اغلب اللي احنا الاستراتيجيه زمان قايمين بها دي رصاصي ما بتكون، رصاصي ما كانت يعني تكون عمليه سهله جدا. ما حاليا فيها كارتيه، الكارتيه القديم قلنا لك مثل مراجان دفاق مثل كارتيه الاسر الكارتيات اللي طريناها القديمات ديل كل في ناس فوقهم بيقولوا بيوتنا اليوم ساكنين بريثي. انا معك، ان احنا في 2012 عملنا استراتيجيه سيانا بقول لك كدستر بروكسيميتي كدستر جواري كدستر دلينا ناس يمشوا الناس ما في كدستر لحد الان ما مبور بيوت في كد في مرجان دفاق وفي ردينا وفي لحد الان ما مبور طبعا وقت النصارى هم مرقوا شوارع بس والبيوت دخلوها كده بس والناس سكنوا بس تلقى انت شامبر حقك بيني تلقى داخل في جارك الثاني يعني انا دي كل ده معلومه جاني جديده يعني هسه علم ده في بعض الكرتيات القديمه مثل هسه تطريطه دي مرجان دفق دول كله في ناس اليوم منبورين مرقين شوارع بس شوارع كلها رقيقه 8 متر او 6 متر كان جيتي تدخل وتيرك بتدور ترجع تكلف تلف قام تلف قال لي ترجع مرشى ناريه وبتمشي لانه ما بتقدر تلف الشارع ضيق انا كان عملنا استراتيجيه وفي رضينا وكذا كله قاعدين مرقيبه كل الاهالي دي لا مرقيبه دي ما لكن رضينا دول كرتي القديمه دي كلها موجوده يعني في الخريطه دي جنب مشان البحر دول شنو دول موجوده خريطه هو النصارى قبل ايوه انا عارف كويس فهمت كلامك. انا خلينا في التكفوزات هسه المخرج يشير اليه كون الوقت شارف الى الانتهاء واليوم كلها احنا هنا مشكله البيوت هي واقفه امام القضاء وانا احنا هنا كنا في برنامج القضاء الهوار كلها مشكلتنا دي ما بتنتهي بسرعه وانا هنا بنخصص لها حلقات لان الوقت ده ما ممكن ننهي فيه الحلقه ما تبقى من الحلقه. أن إحنا عرفنا كونه أن إحنا اليوم الدولة محتاجة إلى قروش والقروش موجودة في يد المواطنين والمواطنين بدوروا بدفعوا أموال عشان يبردوا بيوتهم عشان واحد ما يمكن كون 20 سنة 10 سنة بريسيفز وساكن وخايف الديمارشيرات اللي هسه قلتهم دول ممكن يمشوا يدفعوا بيته ويجوا يبرجلوه. أن إحنا شنو الاستراتيجية الجديدة اللي ممكن الوزارة تتخذها عشان الناس تخرج من هذا المأزق الكبير اللي إحنا فيه؟ والله العملية كلها عملية يعني العمل جدية العمل جدية العمل وهو كل انما الاعمال بالنيات يعني اذا كان انت مسؤول اختارك في المكان ده لابد ان انت شافوك انسان يعني عندك مؤهل للمكان ده تجابوك وفي ناس وهدين نكون ما عندهم يعني ما مؤهلين يجي يخدموا في المكان ده هو تخصص صحه وجيبوا له في مكان اخر يعني ما بكون مكان انا الخرائط ما ممكن ما بعرف مكان ما بكانه خلاص بعدين ده جابوه ده مشيك ده جابوه مشيك ده جابوه مشيك والناس المخصصين قاعدين خلاص بالاداره بعدين سوى اداره وبعدين سوى كده يعني ما بجيبوا ناس من برا الناس اللي من برا ما بقدر بخطط استراتيجيه كده للشيء ده يمشي المهم كل لك لابد ان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب الوقت انتهى والكلام ما انتهى والكلام معكم اصل انتوا دي وزارتكم وطبعا عارفين وعارفين تخطيطها كويس الان ايضا لدينا تقريبا كم سؤال ما لمسناه يا جماعه والوقت انتهى ونحن حنخصص حلقات بمشيئه الله لابد نتحدث في الاراضي
لابد نتحدث في الأراضي عشان المواطن يفهم الخريطة الوهمية وين، الخريطة الما وهمية وين، البيت الصالح للسكن وين، البيت الما صالح للسكن وين، الدولة بتنطي أرضك كيف وبتنطي أرضك كيف، يدفع الرسوم البيت يدفعها كيف عشان يحصل إلى الأوراق المطلوبة كيف، ده كله إن شاء الله سنتناوله في حلقات مقبلة بمشيئة الله. أعزائي المشاهدين، الدولة اليوم في أزمة مالية، ده أكيد ده كل واحد بعرفه، وما كاد ويت كل دول العالم تقريبا اليوم في الأزمة اللي احنا نعيشها أو الكريزة اللي احنا نعيشها ده. اليوم المواطنين، في مواطنين ساكنين بريسيبس بدور وبدفعوا قروش، في بيران سيادتين ساكنين عندهم 10 سنة 15 سنة يليوم ساكنين بريسيبس بدور وبدفعوا. نتمنى من المسؤولين في الكدستر، ودول هم الآن ما أي أيضا الرسالة توصل للمسؤولين في الكدستر، كونوا يفتحوا الباب ويسهلوا الأمور عشان المواطنين يدفعوا للدولة فلوس عشان تدخل الخزينة. بمشيئة الله نتناول في الحلقات المقبلة أيضا ما تبقى من برنامج قضية للحوار، نتناول المشاكل الأراضي، حتى ولو الحلقة الجاية والبعدية تحدثنا عن مواضيع شكل إن شاء الله مواضيع أخرى أيضا فيما بعد نتناول مواضيع الأراضي حتى نصل إلى نتيجة. أيها السادة المشاهدون، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، وفي ختامها لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي فيها، وهما الأستاذ مسعود بريم الفريد، رئيس قسم الشؤون القانونية بإدارة النزاعات وزارة إصلاح الأراضي السكن والتمدن، أشكرك لحضورك معنا. كما دعوني أن أرحب بضيفي أو أشكر ضيفي الثاني في هذه الحلقة، هو الأستاذ محمد أبكورة دعشوش، رئيس قسم المشاريع حاليا، وكان المدير النائب لإدارة المساحات والخرائط أو الكدستر، وكان كذلك مفتش بوزارة استصلاح الأراضي السكن والتمدن. أشكرك لحضورك معنا، أشكركم لحسن المتابعة، وأترككم في أمان الله، وتصبحون على ألف خير.